تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. الرئيس يهنئ محافظ حضرموت ومنتسبي المنطقة الثانية بذكرى تحرير المدينة من القاعدة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في سيون ويناقش الأوضاع الأمنية والخدمية في إقليم حضرموت. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا موسعا لقيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في المكلا، ويضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الشحر ويتفقد مدرسة مكارم الأخلاق، ويؤكد دعم الحكومة للجهود الرامية لتوحيد الصف وتأسيس اليمن الاتحادي، ويقلد نقيبا في القوات الإماراتية وسام الشجاعة. وزير التربية والتعليم يقوم بزيارة استطلاعية لمكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت، ويطلع على عمل المطبعة السرية وتصحيح دفاتر الاختبارات وبرامج إذاعة المستقبل ووحدة الإنتاج التلفزيوني. مهرجان وعرس رياضي في نهائي كأس الذكرى الثانية للتحرير. أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بمحافظي محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني، هنأه خلاله باحتفالات أبناء المحافظة بالذكرى الثانية لتحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة. وأشار فخامة الرئيس إلى أن مدينة المكلا كانت في مثل هذه الأيام على موعد مع انتصار عظيم على تنظيم القاعدة الإرهابي الذي احتل مؤسساتها وإعادها إلى العصور الوسطى ومارس الظلم بحق الأفراد والجماعات، منوها بالبطولات التي سطرها أبناء المحافظة في معركة التحرير والشرف بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف. وأضاف إن هزيمة القاعدة في حضرموت فتحت باب الانتصارات على العناصر الإرهابية في باقي المحافظات المحررة من سيطرة الميليشيات، لافتا إلى أن منتسبي المنطقة العسكرية الثانية من ضباط وجنود لا زالوا حتى اليوم يسطرون الانتصارات المتلاحقة على عناصر التنظيم. وأكد فخامة الرئيس دعمه لجهود الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة في مشوار تطبيع الحياة وإعادة بناء ما دمرته الأحداث، مشيدا بالمشاريع التي تحققت لمحافظة حضرموت في عدد من المجالات. من جهتي عبر محافظ حضرموت عن شكري وتقديري لفخامة الرئيس المشير عبد رب منصور هادي على اهتمامه بتهنئة أبناء حضرموت ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدا أن هذه الانتصارات التي تحققت أتت في إطار التوجهات الرامية إلى تطهير المدينة والوطن من شرور العصابات المسلحة. عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا استثنائيا في المجمع الحكومي بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت برئاسة رئيس المجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. وناقش الاجتماع بحضور محافظي محافظات حضرموت اللواء فرج سلمين البحسني وشبوة اللواء علي بن راشد الحارثي ووكيل أول محافظة المهرة عضو مجلس الشورى عبد الله الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس. ناقشوا الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظات إقليم حضرموت عامة ومديريات الوادي والصحراء خاصة. وقال رئيس الوزراء إن انعقاد مجلس الوزراء في مدينة سيئون ولأول مرة في تاريخها بحضور غالبية أعضاء الحكومة خير دليل على أن نقول للعالم أن حضرموت بكل مديرياتها وواديها وصحرائها آمنة ومستقرة ولن تسمح بالعبث بأمنها واستقرارها، وسنسعى بكل الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف أينما وجد. وأضاف نحن اليوم هنا لنقوم بتثبيت دعائم الدولة في الوادي والصحراء وحضرموت واليمن عامة، وسنحقق النصر بإذن الله وسنهزم الميليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني الطائفي العنصري، وسنمضي قدما نحو تأسيس الدولة الاتحادية من ستة أقاليم
التي اتفقنا عليها في مخرجات الحوار الوطني. وأكد الدكتور بن دغر مضي الحكومة بكل إصرار وعزيمة على فرض هيبة الدولة وتطبيع الأوضاع في كل مديريات الوادي والصحراء وعودة عمل النيابات العامة وأقسام الشرطة والمحاكم في كل مديريات الوادي والصحراء، كما فعلت الحكومة في مديريات الساحل وباقي المحافظات المحررة. وأشاد رئيس الوزراء بالدعم السخي الذي قدمه التحالف العربي من أجل إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي. وأقر مجلس الوزراء اعتماد 1 مليار ريال لاستكمال مشروع بناء وحدات سكنية لمتضرري السيول، على أن يتم رفع تقرير من صندوق التعويضات وتقديمه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وكذلك اعتماد 400 مليون ريال لتعشيب الأستاذ الأولمبي بسيئون. وكلف المجلس وزير التعليم العالي برفع الدراسات اللازمة لإنشاء واعتماد 5 جامعات في لحج والضالع وشبوة وسيئون والمهرة. وصادق المجلس على دعم الهيئات والمستشفيات الحكومية بحسب الحاجة السكانية لخدماتها، موجها سرعة تنفيذ سفلة الطريق شبوة العبر بمسافة 13 كيلومترا، مكلفا وزارة الأشغال العامة بذلك. واعتمد المجلس أيضا رصف الشوارع الداخلية في مدينة حديبو بمحافظة سقطرة بمسافة 10 كيلومتر. وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد وصل اليوم إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في زيارة تفقدية لمديريات الوادي والصحراء، ومن أجل افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية ووضع حجر الأساس لعدد آخر من المشاريع. وأضاف رئيس الوزراء أن اليوم في مدينة سيئون التاريخية أرض الحضارة والعلم والتاريخ والأصالة، ومعي غالبية أعضاء الحكومة لنقول لأبناء وادي حضرموت أن فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة إلى جانبكم ومعكم، وستقوم بافتتاح محطة كهربائية بقدرة 75 ميجاوات، وسنزور عدد من مدن وقرى حضرموت للإطلاع على الأوضاع في مختلف المجالات. وأكد رئيس الوزراء أن الإرهاب ليس له حاضنة في حضرموت، ولا يمكن أن يجتمع الحب والسلام والمدنية التي عرفت بها حضرموت على مر التاريخ مع العنف والتطرف والإرهاب. رافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء ومحافظ محافظة حضرموت وشبوة وعدد من الوكلاء. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء أمس بمدينة المكلا لقاء موسعا بقيادة السلطة المحلية ومديرو العموم والشخصيات الاجتماعية والثقافية بحضور محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فارس سلمين البحسني ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي. وفي بداية اللقاء نقل رئيس الوزراء تحايا فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والوجهاء والمواطنين، كما نقل تهاني فخامته لقيادة سلطة محافظة حضرموت وكافة أبنائها بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير المكلا من براثن تنظيم القاعدة. وأكد رئيس الوزراء على حرص القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يولي محافظة حضرموت اهتماما كبيرا. وأكد أن الحكومة ماضية للتنفيذ التوجيهات فخامة المشير عبد الرب منصور هادي فيما يتعلق بدعم الكهرباء بالوقود والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه ملف الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه صعوبات جمة لتسيير أعمال المحافظات المحررة نظرا لاستمرار الحرب مع الانقلابيين الذين دمروا البلاد بحرب همجية، الأمر الذي أدى إلى شحة في الموارد المالية مما أثر سلبا على آلية العمل في كافة المحافظات وأدى إلى صعوبة الحياة. وأكد رئيس الوزراء أن المعركة اليوم مع الانقلابيين معركة لاستعادة هوية وطنية وعاصمة مختطفة ومستقبل واعد بالخير والرجاء لكافة أبناء الشعب اليمني الأبي الرافض لذلك الانقلاب الأمامي، فهي معركة مصيرية للدفاع عن مقدرات ومكتسبات اليمن بل والدفاع عن الأمن القومي الخليجي والعربي ككل، مشيدا بجهود التحالف العربي ووقوفه إلى جانب اليمن. ورحب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فارس سلمين البحسني بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مشيدا بالجهود التي تقدمها الحكومة لمحافظة حضرموت واهتمامها بالمشاريع الخدمية كاستكمال طريق عقبة عبد الله غريب وتدشين العمل في مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لها حجر أساس وتم اعتماد تمويلها. كما استعرض البحسني الوضع العام للمحافظة من كافة الجوانب مؤكدا على أهمية محافظة حضرموت ودورها الريادي
في تقديم النموذج الأفضل. هذا واستمع رئيس الوزراء إلى عدد من المداخلات من الحاضرين تمحورت في مجملها حول مناقشة العديد من القضايا الجوهرية بالإضافة إلى جملة من الهموم والقضايا. حضر اللقاء الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء. احنا سعداء جدا بأن رئيس الحكومة ومع أكثر من 16 وزير ووكيل ومتخصصين في الحكومة هم متواجدين معنا في حضرموت، وهذا من ثابة شهادة وتقدير لحضرموت على دورها، على عملها، على ما عملت فيه خلال الفترة الماضية. اليوم أمس واليوم تابعتم أن احنا افتتحنا مشاريع كبيرة، مشاريع هامة جدا، مشاريع استراتيجية بالنسبة لحضرموت يمكن ما تم عملها في ظروف طبيعية وعادية لسنوات عديدة مضت، ولكن الحمد لله بفضل الإرادة، بفضل التعاون، بفضل دعم الحكومة، بفضل قرارات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي بمنح محافظة حضرموت نسبتها من إنتاج النفط وتوجيهاتها المستمرة بأن تعامل حضرموت وفقا لحاجتها ووفقا أيضا للمتاح لدى الحكومة ولديه. كل هذه الأمور مجتمعة جعلتنا اليوم نفتتح ونضع حجر أساس لمشاريع أنا أعتبرها استراتيجية. نحن نبيع من نفط حضرموت ومن إيرادات عدن ما يحمل 12 محافظة كامل، يعني عدن وحضرموت الآن في هذه المرحلة في هذا الوقت هي التي تحمل موازنة 12 محافظة محرر، محافظات أخرى ليست فيها موارد، تأتي موارد قريبة من شبوه، لكن الآن في الظرف الراهن وخلال السنتين الماضية كانت عدن وحضرموت هي الحامل لكل موارد لكل صرفيات هذه المحافظات، وكان علينا أن نقسم هذه الموارد على هؤلاء الناس كلهم مرتبات وخدمات. ما بإمكان حد مثلا مننا يقول طالما الموارد عندي الآن أنا يعني أدق بها صدري، لا، ما بإمكان. هذا ممكن يكون في ظروف ثانية، أما في الظروف الطبيعية في الظروف الأخرى الإنسان أخو الإنسان أيا كان، ونحن إخوة في الهوية الواحدة، في الوطن الواحد، على الأرض الواحدة، فما بالكم لو كان الأمر مختلف. قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء أمس بزيارة تفقدية لمدينة الشحر بمحافظة حضرموت قادما من مدينة المكلا التي وصلها يوم أمس الأول، ورافقه في الزيارة التفقدية وفد حكومي رفيع. وفور وصوله باشر رئيس الوزراء بمعية محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش وعدد من الوزراء ووكلاء المحافظة وجموع غفيرة من أبناء المحافظة بوضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء مدينة الشحر بقدرة 35 ميجاوات بتكلفة 30 مليون دولار بتمويل محلي. وقال رئيس الوزراء: نضع حجر الأساس لمحطة مدينة الشحر في إطار جهود الحكومة وبتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية الرامية لإنشاء بنية تحتية جديدة للكهرباء في حضرموت. وأضاف: نحن اليوم في حضرة التاريخ في مدينة الشحر التي تعد من أقدم المدن التاريخية وعاصمة مدائن حضرموت واليمن، وبين أهلها الذين عرفوا بالعلم والمعرفة والأخلاق العالية. عقب ذلك طاف رئيس الوزراء والوفد المرافق له بعدد من أحياء وشوارع مدينة الشحر، وقام خلالها بزيارة تفقدية لمدرسة مكارم الأخلاق التي تعد أقدم مدرسة تأسست عام 1919، والتقى بإدارة المدرسة والكادر التربوي والتعليمي والطلاب. وأشاد رئيس الوزراء بالدور التعليمي والتربوي الرائد لهذه المدرسة التاريخية التي تعد صرحا علميا ظل نموذجا في إخراج أجيال متسلحة بالعلم والأخلاق. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية تدعم الجهود الرامية التي من شأنها توحيد الصف وتؤسس اليمن الاتحادي وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني. جاء ذلك خلال استقباله في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش وعدد من أعضاء المؤتمر. وقال الدكتور بن دغر: لقد شارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل نخبة من أبناء الوطن من الأساتذة والعلماء والمفكرين والسياسيين
وكل المكونات السياسية والاجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية لمعالجة المشاكل التي عاشتها بلادنا في الفترة الماضية. وأضاف: عالج مؤتمر الحوار الوطني الشامل مشاكل الثروة والسلطة وأوجد لها حلا عادلا في إقامة دولة اتحادية من 6 إقاليم وحضرموت أحد أقاليمها. ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى التمسك بمشروع الدولة والعمل على تجاوز المرحلة الراهنة، مشيدا بالأدوار التي يبذلها رئيس وأعضاء مؤتمر حضرموت الجامع وأهدافهم النبيلة التي أكدت على وقوفهم خلف شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ودعمهم للدولة الاتحادية والإقليم حضرموت. قلد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس وسام الشجاعة للنقيب في القوات الإماراتية فيصل الكعبي الذي منح له من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. ويأتي منح الوسام لشجاعته وتعبيرا عن امتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا للجهود التي بذلها وللأدوار البطولية التي قدمها أثناء مهامه العسكرية والتي تستحق الثناء والتقدير. وخلال التكريم أشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى تلك الجهود والتي ساهمت في تحرير حضرموت وبقية المحافظات وساعدت على إرساء الأمن والاستقرار. وقال إن الإمارات والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يستحقون التكريم والإشادة عرفانا بما قدموه لليمن. هذا الوسام للأخ الكعبي هو تقدير لجهوده خلال الفترة الماضية وتضحياته الطيبة إلى جانب الشعب اليمني في تحرير المكلا وساحل وادي حضرموت، وفي جهود وتقديرا للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، وهي رسالة طيبة لتأكيد الأخوة والمحبة والصداقة الدائمة والعمل المشترك لدحر العدو الحوثي حتى النصر إن شاء الله. نحن نشعر بالارتياح الكبير لتقدير فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لضابط من خير ضباط قوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين عملوا معنا. أعتقد أن هذا التكريم هو يمثل تكريم للنقيب فيصل الكعبي وتكريم للقوة الإماراتية التي عملت في حضرموت وتكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة. كثيرين أمثال الكعبي من دولة الإمارات ومن المملكة العربية السعودية ومن دول التحالف كان لهم القصد الكبير في تحقيق الانتصارات التي تمت في حضرموت. لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لفيصل الكعبي وللأبطال كلهم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجميع دول التحالف العربي. قام وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس بزيارة استطلاعية إلى ديوان مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إذ كان في استقباله فور وصوله مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الساحل الأستاذ جمال سالم عبدون وعدد من قيادات العمل التربوي والتعليمي في المحافظة. وخلال الزيارة تفقد الوزير لملس سير العمل في المطبعة السرية للاختبارات بالمكلا وقاعة الاجتماعات الصغرى وكنترول التصحيح لدفاتر الإجابات لشهادة الثانوية العامة، واستمع من قبل مدير التربية والتعليم بالمحافظة إلى مستوى الإنجاز من قبل اللجان المشكلة من كوادر التربية والتعليم في المحافظة فيما تم من عملية جمع بيانات المتقدمين من الطلاب والطالبات بالمحافظات الشرقية ومحافظتي مأرب والجوف في المرحلة الثانوية مع الفحص والتدقيق المستمر فيهما لإنهاء هذه العملية. وبعد ذلك قام الوزير بزيارة مقر إذاعة المستقبل التي تعد الإذاعة الأولى على مستوى الجمهورية اليمنية في مجال التربية والتعليم، ومطلعا ومتعرفا على أقسام ومكونات الإذاعة من استوديوهين للبث المباشر وآخر للتسجيل، إضافة إلى مكاتب التنسيق البرامجي للخارطة الإذاعية والتحرير الأخباري. كما تعرف الوزير على مشروع وحدة الإنتاج التلفزيوني بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمكونة من قسم إدارة الإنتاج واستوديو التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني التي ستقوم بإنتاج وتصدير مواد تلفزيونية تعليمية وتربوية من تربية حضرموت الساحل للقنوات المحلية وعبر قناة اليوتيوب.
شهد ملعب الفقيد بارادن بالمكلا عصر أمس الأربعاء مهرجانا وعرسا رياضيا بهيجا أقيمت خلاله المباراة النهائية لبطولة كأس التحرير الثانية لكرة القدم التي حضيت برعاية ودعم من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سلمين البحسني وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم اتحاد كرة القدم بالساحل. وفي المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 16 ناديا توج فريق نادي التضامن بطلا لبطولة كأس التحرير لكرة القدم 2018 بفوزه في النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب فريق نادي نهضة الريدة من غيل بن يومين. وعقب المباراة قام وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي ومستشار محافظ حضرموت المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الدكتور عبود العبل المعاري والمدير العام للأمن والشرطة العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل حضرموت حسن صالح مسجدي والمدير العام لمديرية غيل بن يومين صالح مول الدويلة ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت درويش عبدالله سويد بتكريم بطل كأس التحرير فريق نادي التضامن بكأس البطولة والميداليات الذهبية وتكريم الوصيف فريق نادي نهضة الريدة بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية. وبين شوطي المباراة تم تقليد الحكم الدولي أحمد سالم سهور الشارة الدولية الممنوحة له من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمناسبة اعتماده حكما دوليا بعد نجاحه في اجتياز اختبارات نيل الشارة الدولية العام المنصرم. وشهد المهرجان استعراض لأبطال الدراجات الهوائية بمختلف الفئات العمرية مشاركة منهم اتحاد الدراجات بساحل حضرموت وفي احتفالات الذكرى الثانية للتحرير، كما أقيمت فعالية سباق الجري للأندية والهواة والطلاب ومنتسبي الأجهزة الأمنية. وكانت نقطة نهاية السباق ملعب بارادن وتم تكريم الأبطال من قبل ضيوف نهائي كأس التحرير لكرة القدم. كما شهد المهرجان مشاركة الفرقة النحاسية التابعة لشعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بوصلات فنية ومقاطع موسيقية. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس يهنئ محافظ حضرموت ومنتسبي المنطقة الثانية بذكرى تحرير المدينة من القاعدة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في سيون ويناقش الأوضاع الأمنية والخدمية في إقليم حضرموت. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا موسعا لقيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في المكلا ويضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الشحر ويتفقد مدرسة مكارم الأخلاق ويؤكد دعم الحكومة للجهود الرامية لتوحيد الصف وتأسيس اليمن الاتحادي ويقلد نقيبا في القوات الإماراتية وسام الشجاعة. وزير التربية والتعليم يقوم بزيارة استطلاعية لمكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت ويطلع على عمل المطبعة السرية وتصحيح دفاتر الاختبارات وبرامج إذاعة المستقبل ووحدة الإنتاج التلفزيوني. مهرجان وعرس رياضي في نهائي كأس الذكرى الثانية للتحرير. وصلنا وإياكم إلى الختام، حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.